بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنقدم لحضراتكم عرض سريع على الثلاجات البوش. معانا النهارده 3 موديلات بنقدم لحضراتكم عليها عرض سريع من معرض السليمانية. بوش تقنية للحياة. ثلاجة بوش ألماني تجميع تركي دمان 5 سنوات و10 سنوات على الموتور. ادي الموديل الاولاني اللي معانا اهو كي جي ان 56. دي السعة بتاعتها 505 لتر. لا اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء. البوش كله كده. شاشة ديجيتال هنا. هنا بنزبط منها الفريزر والتلاجة وفيها لوك للاطفال. ادي اهو التلاجة. تلاجة كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله. ادي اهو درجين الفيتا فريش بتوع اللحوم والاسماك وفيتا فريش الخضار والفاكهة. وادي الفريزر اهو بتاع الموديل الاولاني معانا 505 لتر. الفينش عالي جدا وحاجة خامات صحية وخامات امنة جدا ضد البكتيريا وضد اي حاجة. اضاءة ليد في التلاجة. ماتيريال عالي جدا خامات عالية. ده أول موديل معانا عروض خاصة من السليمانية النهاردة. نقدم لكم ثلاجات بوش مختلفة مختلفة الأحجام. في معانا الموديل اللي بعد كده كي جي ان 46 اكس ال 3 اي 8. دي 385 لتر. شاشة ديجيتال برضو. نفس الخصائص نفس التقسيمة تقريبا برضو بس هو ايه اختلاف الحجم اصغر شوية. دي من الاولانية. دي الفريزر بتاعها عبارة عن 3 درج. تلاجة رائعة جدا وعملية جدا كأننا جايبين في البيت تلاجة ودي فريزر في نفس الوقت. نعرف نقسم حاجتنا زي ما احنا عايزين بسلاسة وكل سهولة. ادي الدرجين اهو الفيتا فريش. دي ممكن دي الفيتا فريش للحوم والاسماك درجه حرارتهم صفر. بنظبطها من هنا لو هنحط فيهم لحوم واسماك. لو مش هنحط فيهم لحوم واسماك ممكن نشيلهم خالص ونستخدمها كرف المكان ده. ونفس الحكايه برده في الموديل الاولاني ممكن نستخدم المكان ده نستغله كرف. لو مفيش مش هنستحط فيه لحوم واسماك يستغل كرف معانا زياده اضافه. وده اللي تحت فيتا فريش للخضار والفاكهه. معانا الموديل اللي بعد كده كي دي ان 43 328 لتر. كله اعلى كفاءه واقل استهلاك الكهرباء. ايه اهي الاستهلاك الكهرباء بتاعتها. استهلاك الشهري الموديل ده 23 كيلو حاجه بسيطه جدا. نو فروست. ادي الشاشه اهي بنظبط منها هنا من شاشه ديجيتال من بره بنظبط منها درجات الحراره للفريزر. وادي الفريزر ماتيريال عالي جدا من اعلى ماتيريال الثلاجات اللي موجوده. الثلاجه الاولى البوش في اوروبا. ادي اهو ثلاجات معانا عروض حصريه وخاصه في السليمانيه. شرفونا في المعرض معرض السليمانيه وشرفونا بالاتصال على 0100124899. ابعتوا لنا على الواتساب. عروض حصريه وخاصه جدا لاول متصلين واول حاجزين للموديلات الثلاجات ده اهي. مع تقنيات بوش بيتك يعني راحتك يعني لحظات دايما منعشه.
بفضل تقنية فيتا فريش من بوش اللي تحافظ على الأطعمة الطازجة فترة. استنونا في عروض قوية وحصرية دايما زي ما احنا معودينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.